Hallo, wie geht's euch? Ezaykum ya habibi, عاملين ايه؟ Heute wiederholen wir im Badezimmer. Innahardة هنراجع على درس im Badezimmer. Was bedeutet im Badezimmer? يعني ايه im Badezimmer؟ Badezimmer يعني التواليت. Im Badezimmer يعني في التواليت. هناخد الحاجات اللي بتكون موجودة عادة في التواليت. Die Zahnbürste. Die Zahnbürste. دي تسان بورستي يعني فرشة سنان. دي تسان بورستي. دي تسان بورستي. دي تسان بورستي. دير كام. دير كام. دير كام يعني مشت. دير كام. دير كام. دير كام. داس هاند توخ. Das Handtuch. Das Handtuch. Yani Foto. Das Handtuch. Das Handtuch. Das Handtuch. Die Seife. Die Seife. Die Seife. Sabuna. Die Seife. Die Seife. Die Seife. Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Mraya. Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Der Wasserhahn. Der Wasserhahn. Der Wasserhahn. Hanafiya. Der Wasserhahn. Der Wasserhahn. Der Wasserhahn. Die Toilette. Die Toilette. Die Toilette. Toilet. Die Toilette. Die Toilette. Die Toilette. Die Badewanne. Die Badewanne. Die Badewanne. Il bagno. Die Badewanne. Die Badewanne. Die Badewanne. Der Fahn. Der Fahn. Der Fahn. Stichwort. Der Fahn. Der Fahn. Der Fahn. Das Waschbecken. Das Waschbecken. Das Waschbecken. Hut. Das Waschbecken. Das Waschbecken. Das Waschbecken. بصوا يا حبايبي، زي ما احنا عارفين ان احنا لحد دلوقتي حافظين دغاي ارتكل دير وداس ودي. دول بشتمت ارتكل، ارتكل اساسية لازم نحفظ الكلمة بيهم، ما ينفعش نحفظ الكلمة لوحدها من غير ارتكل، عشان كده تكون الكلمة غلط، لازم الارتكل تكون معاها. طيب الارتكل بتيجي بمعنى ايه؟ بتيجي بمعنى ذا في الانجليش او الف ولام في العربي. مثال داس هانتوخ. داس هانتوخ يعني ايه؟ يعني الفوطة. داس هانتوخ يعني الفوطة، مش فوطة بس، لا الفوطة. انا حطيت كده للكلمة اكني حطيت لها الف ولام، او ده تعول مثلا في الانجليش. يبقى das Handtuch بتيجي بمعنى الفوطة. تمام، زي ما قلنا ان der و das و die بتيجي بمعنى ذا او ال. طيب لو انا مش عايزة احط ذا او احط الف ولام للكلمة هعمل ايه؟ هنستخدم ein ein eine. كده احنا اتلخبطنا. لا احنا متلخبطناش ولا حاجة. دار وداس ودي بتيجي بمعنى ال. لما نحب نقول مثلا الفوطة، الحوض، الصابونة مثلا، تمام. بس لو احنا عايزين نشيل الالف ولام دي بنحط ايه؟ بنحط اين. يبقى دير بتتحول لاين، وداس بتتحول لاين، ودي بتتحول لاين. يبقى اين واين واين معناهم ايه؟ معناهم في الانجليش زي ا او ان، او في العربي يعني اللي احنا نشيل الالف واللام. زي ايه مثلا؟ الكلمة اللي في النص ein Handtuch يعني فوطة، بالانجليش a towel، وبالعربي يعني فوطة. فاهمني؟ يبقى das Handtuch يعني الفوطة، بس ein Handtuch
يعني فوطة من غير ألف ولام، فاهميني؟ كده احنا عرفنا ان دار وداس معناهم ألف ولام، بس لما احنا عاوزين من كلامنا كده عايزين نشيل الألف ولام من الكلمة، بنحط مكانها ايه؟ أين، لأن في كل الأحوال لازم نحط أرتيكل. أين وأين كمان أرتيكل، تمام؟ يبقى احنا عندنا كده 5 أرتيكل: دير وداس ودي وأين وأين، دير وداس ودي وأين وأين، تمام؟ يبقى دير وداس بتتحول لأين، دير وداس بتتحول لأين، بس دي بتتحول لأين، دي بتتحول لأين، دي اخرها ايه واين اخرها ايه برضو. يبقى دير وداس بتتحول لأين ودي بتتحول لايه؟ لأين. شطار. zum Beispiel der kam المشت، المشت كده انا حطيت في الكلمه بتاعتي الف ولام. دير كام المشت، لو انا عايزه اقول مشت بس عايزه اشيل الالف ولام او دير. طيب هنشوف كام الارتيكل بتاعتها دير، واحنا قلنا ان دير بتتحول لاين، هتبقى اين كام. طيب حاجه تانية، داس هاند توخ الفوطة، الفوطة اللي احنا بننشف بيها ايدينا، الفوطة احنا حطينا في الكلمة ألف ولام أو داس، داس دي بتيجي بمعنى ألف ولام، عايزين نقول فوطة بس ونشيل الألف ولام أو نشيل داس، نقول فوطة بس كده، يبقى ايه؟ هنشوف هنتوخ الأرتيكل بتاعتها داس. طيب داس بتتحول لأين ولا أيني؟ أين، هتبقى أين هنتوخ. دي ضعيفة، صابونة. طيب انا لو عايزة اشيل الالف واللام، يعني انا كده بقول الصابونة، لو انا عايزة اقول صابونة بس كده واشيل واشيل دي، لما اشيل دي لازم احط ارتيكل، زايف الارتيكل بتاعتها دي ودي بتتحول لأينه، تبقى أينه زايفة. يبقى يا حبايبي في كل الاحوال اي كلمة في الالماني لازم يكون معاها ارتيكل. احنا عندنا كده 5 ارتيكل في الألماني: دير وداس ودي وأين وأين. دير وداس ودي بتيجي بمعنى ذا أو ألف ولام في العربي، وأين وأين بتيجي بمعنى آ أو آن أو من غير يعني ألف ولام في العربي. يبقى لو احنا هنشيل الدير هنحط أين، ولو احنا هنشيل داس هنحط أين، بس لو احنا شلنا دي هنحط إيه؟ أين، والعكس. طيب كده يا حبايبي احنا عندنا او خدنا لحد دلوقتي فورم في ارتكل: دير وداس ودي ودول بيجوا بمعنى ذا او الف ولام بالعربي، واين واينه ودول بيجوا بمعنى ا او ان او بنشيل الالف ولام بالعربي. مثلا هناخد دلوقتي 2 تانيين تباي ارتكل وهما ماين وماينه. يعني ايه بقى ماين وماينه؟ بيجوا بمعنى ماي بالانجلش، حاجة بتاعتي. ماين هاند توخ يعني الفوطة بتاعتي، ماينه زايفة صابونتي. طيب هنفهم دلوقتي اكتر. zum Beispiel ماين كام المشت بتاعي، ايم كام مشت، دير كام المشت، فاهميني؟ نقول تاني، بصوا معايا في الاول خالص، ماين بتيجي مع دير وداس، يعني بتيجي مع الكلمات اللي الارتيكل بتاعتهم دير وداس، بس ماينه بتيجي مع الكلمات اللي الارتيكل بتاعتها بس دي، تمام؟ ماي زي مثلا ايه؟ ماين كام، كام دي الارتيكل بتاعتها دير، عشان كده حطينا ماين. اين كام يعني ايه؟ اين كام يعني مشت. دير كام يعني ايه؟ دير كام يعني المشت. يبقى ماين كام المشت بتاعي، اين كام مشت، دير كام المشت. في كل الاحوال يا حبيبي واللي احنا عايزين نفهمه ان احنا لازم نحط ارتيكل مع الكلمات، لازم، سواء اين او دير، سواء دير وداس ودي او اين واينه او ماين ومايني، على حسب يعني المطلوب في السؤال.
يبقى ماين وماينة بيجوا بمعنى ماي بالإنجليش. طيب ماين هاند، ماين هاند توخ، ماين هاند توخ يعني الفوطة بتاعتي. أين هاند توخ، أين هاند توخ يعني فوطة. داس هاند توخ، داس هاند توخ يعني الفوطة. ماينه زايفة، الصابونة بتاعتي. أينه زايفة، صابونة. دي زايفة، الصابونة. ارجانسة مت أين أودر أينه، يعني هنحط أين أو أين. طبعا احنا بنحط أين مع الكلمة اللي الارتيكل بتاعتها دير أو داس، وبنحط أينه مع الكلمة الارتيكل بتاعتها دي. نمر أينز، داس إيست. التام بوغستي، المفروض نحط اين او اين مكان النقط. طيب هنحلها ازاي؟ هنسأل نفسنا سؤال بسيط، التام بوغستي الارتيكل بتاعتها ايه؟ دي، صح. طيب دي بتتحول لاين ولا اينه؟ اينه. داس ايست زايفه، زايفه الارتيكل بتاعتها ايه؟ دي. دي بتتحول لأين ولا أينه؟ أينه. تمام. داس إيست كام، كام الأرتيكل بتاعتها أين؟ دير ولا دير ولا داس ولا دي؟ دير. دير بتحول أين ولا أينه؟ أين. داس إيست فون، فون. طيب نسأل نفسنا، فون الأرتيكل بتاعتها إيه؟ دير. طيب دير بتحول لأين ولا أينه؟ أين. داس إيست هانتوخ، هانتوخ الأرتيكل بتاعتها إيه؟ دير ولا داس ولا دي؟ داس. يبقى داس بتحول لأين ولا أينه؟ أين. داس إيست إشبيجل، إشبيجل الأرتيكل بتاعتها إيه؟ دير. دير بتحول أين ولا أينه؟ أين. نمر سيبن، داس إيست واش بيكن، واش بيكن الأرتيكل بتاعتها إيه؟ داس. يبقى داس بتحول أين ولا أينه؟ أين. داس إيست باد فاني الأرتيكل بتاعتها إيه؟ دي. دي بتتحول أين ولا أينه؟ أينه. داس إيست Wasserhahn، Wasserhahn الأرتيكل بتاعتها إيه؟ دير. دير بتتحول أين ولا أين؟ أين. داس إيست Toilette، Toilette الأرتيكل بتاعتها إيه؟ دي. دي بتتحول أين ولا أين؟ أين. أوكي. Ergänze mit mein oder meine. طبعا mein بتبقى للكلمة الارتيكل بتاعتها دير أو داس، وماينه بتبقى للكلمة الارتيكل بتاعتها دي. اتسام بوغستي إيست بلاو، هتبقى اتسام بوغستي الارتيكل بتاعتها دي، تبقى تاخد ماين ولا ماينه؟ ماينه. هتبقى ماينه اتسام بوغستي إيست بلاو، ماينه اتسام بوغستي إيست بلاو، يعني فرشة السنين بتاعتي لونها أزرق. ماينه اتسام بوغستي إيست بلاو، دايما اللون بيجي في آخر الجملة، دايما اللون بيجي في آخر الجملة. كام إيست جلب، كام الأرتيكل بتاعتها إيه؟ دير. يبقى دير بتحول ماين ولا ماينه؟ ماين. هانتوخ إيست غوت الارتيكل بتاع هانتوخ ايه؟ داس. داس بتتحول لماين ولا ماينه؟ ماين. نمر فيها، زايفة إيست فايس، زايفة الارتيكل بتاعتها ايه؟ دي ولا دير ولا داس ولا دي؟ دي. طب دي بتتحول لماين ولا ماينه؟ ماينه. نمرة 5، هانتوخ إيست جرون، هانتوخ الأرتيكل بتاعتها إيه؟ داس. طيب داس بتتحول لماين ولا ماينه؟
mine. يبقى الجملة زي دي مثلا نمر 1 ماينه تامبوغ ستي ايست بلاو، يعني ايه؟ يعني فرشة السنان بتاعتي لونها ازرق. دايما دايما اللون بيجي اخر الجملة خالص، ودايما الارتيكل والكلمة زي ماينه تامبوغ ستي بيجوا ورا بعض، ما ينفعش نفصلهم عن بعض بكلمة خالص. نمر 2 ماين كام ايست جلب، برضو اللون جه في اخر جلب يعني اصفر، برضو اللون جه في اخر الجملة، يبقى المشط بتاعي لونه اصفر. ماين هانتوخ الفوطة بتاعتي ايست غوت لونها احمر. ماين زايف ايست فايس الصابونة بتاعتي لونها ابيض. ماين هانتوخ ايست جرون الفوطة بتاعتي لونها اخضر. تمام، يبقى دايما عشان لما يجي لنا مثلا ترتيب او حاجة دايما اللون بيجي في اخر الجملة والارتيكل والكلمة بيجوا مع بعض، ما بيوصلش منهم حاجة، يبقى لازم ماين وماين يجي بعدها الكلمة بتاعتها على طول، وايست بتيجي بعد الايه، بعد الايست بتيجي بعد الكلمة. ordne die Sätze. هنرتب الجملة. نمر 1 das rot handtuch ist، عايزة اقول ان الفوطة لونها احمر، اقول ايه؟ فوطة يعني ايه؟ das handtuch ist rot، das handtuch ist rot، دايما اللون بيجي في اخر الجملة، das handtuch ist rot.
Zambuch ist die Meine, le Yamai, ist blau. Han an Hilase, han ul. Meine Zambuch ist blau. Ist da ein Ka. Tamam. Yani i da. Da بتيجي بمعنى that في الانجليش. يعني مثلا لو حاجة انا مش ماسكاها في ايدي مثلا بس بشاور عليها بايديا مثلا بقول da ist ein Kamm. يعني انا شايفة المشت فبشاور عليه وبقول لحد مثلا da ist ein Kamm. ده المشت. ده مشت. فهنقول ايه? Da ده او that ist ist بمعنى بتيجي بمعنى is عامة في الانجليش يعني ein Kamm ده اللي هناك ده ايه مشت ist da eine Seife طبعا احنا عارفين نحلها da ist eine Seife اكن مثلا انا قاعدة وبشاور على الصابونة بقول da ist eine Seife Nummer 5. Morgens sie sich waschen im Badezimmer. طبعا ده من الجشيشة بتاعة بوبو بير. مفروض نكون احنا قريناها وحفظناها من الكتاب. فهنقول ايه? Morgens كل يوم الصبح waschen sie sich im Badezimmer. بياخدوا دوش في التويلت. Haben bei بوبو بير die Freunde übernachtet. احنا عايزين نقول ان الصحاب باتوا عند بوبو بير هنقول ايه دي فريندي هابن باي بوبو بير übernachtet نمبر 7 كام ماين ايست جلب طبعا جلب يعني اصفر دايما بتيجي في اخر الجمله وايست بتيجي بعد ماين كام ماين كام ايست جلب يعني المشط بتاعي لونه اصفر ايست داس ein Fond تمام مش احنا قلنا مثلا ان دا بتيجي بمعنى ان انا بشاور على حاجه بس هي الحاجه دي مش في ايديا داس بقى بتيجي لما بتيجي لوحدها ملهاش كلمه في الجمله يعني بتيجي لوحدها كده ملهاش مثلا مش ما عندهاش مثلا هانتوخ ما عندهاش اي حاجه الارتيكل بتاعتها داس هي بتيجي لوحدها كده بتيجي بمعنى this يعني انا ماسكه حاجه في ايديا مثلا وبقول داس ايست اين فون يعني ماسكه الاستشوار في ايديا وبقول لحد داس ايست اين فون ده الاستشوار داس ايست اين فون تمام فيربنده هنوصل كام نمبر 1 كام بس بدوت كام مشت Seife. Was bedeutet Seife? Seife. Sabuna. Badewanne. Was bedeutet Badewanne? Banyo. Spiegel. Was bedeutet Spiegel? Mreya. Wasserhahn. Was bedeutet Wasserhahn? Hanafi. Was ist das? Hat Lanina Sura Wahan Ul Ehe Sura. Was ist das? Die Zahnbürste. Was ist das? Die Seife. Was ist das? Der Kamm. Was ist das? Das Handtuch.